في خلنا باخذ موضوع الاهلي انا وابو سليمان، لان في موضوع والله مهم في الاهلي، خاصه بعد افتقاد الفتره الماضيه للمواهب بسبب اغلاق الاكاديميه وانتهاء العقد اللي كانت عند الاكاديميه. يعني كانت في اجتماعات في الايام الماضيه بشكل مكثف ما بين موسى المحياني وعدد من الاداريين والمدربين الخاصين بالفئات السنيه للنادي الاهلي اللي يعملون في الفترة الحالية على تجهيز أسماء قادمة للمرحلة القادمة تكون رديف للفريق الشباب والأولمبي والأول، على اعتبار أن هناك أنباء على بداية الدوري الرديف في الموسم المقبل. نشاهد عدد من المدربين الوطنيين اللي سبق أو اللاعبين اللي سبق وأن شاركوا في النادي الأهلي، واحد منهم بعد كان لاعب هلالي وانتقل للأهلي في فترة من الفترات. بدر الخراشي كان أيضا منضم للجهاز الفني في الفئات السنية للنادي الأهلي. وليد الخضير مراسل البرنامج التقى بموسى المحياني وسأله عن إيش قصة مشروع الأكاديميات القادم. أول شيء نرحب فيكم في النادي الأهلي. بالنسبة للاستراتيجية، احنا أول ما استلمنا النادي كانت استراتيجيتنا واضحة، هي سعودة المركز، لأنه مؤمنين احنا صراحة للبرعم أو النشأ أو اللاعب في الفئات السنية المدرب السعودي هو الأفضل، لأنه في أبعاد اجتماعية في أبعاد نفسية لن يصل لها الأجنبي مهما بلغ من جودة. فلذلك أشكر كابتن مشبب زياد، في مباشرة تم التواصل مع كابتن مشبب والاتفاق معه وقبل المهمة وأعطينا الاستراتيجية واللي وافق عليها مباشرة أنه تكون كاملة بأجهزة سعودية قدر المستطاع طبعا، لكن بنسبة 90% الآن أجهزة سعودية. وضعنا استراتيجية لأنه صراحة الفئات السنية بعد إقفال الأكاديمية بدأت تعاني، لأن الأكاديمية كانت عاملة شيء ممتاز جدا للأهلي، مواهب صراحة معين لم ينضب صراحة حتى الآن في الفريق الأول. عندنا كنز مهم في الفريق الأول من الأكاديمية، أيضا في الفئات شباب النادي ناشئين النادي، لكن في الفئات اللي تحت الأهلي بدأ يعاني. يعني فئات تحت 13 العام وقبل العام كانت تنافس على الهبوط، فلذلك والسبب الأكاديمية، فلذلك تم إنشاء مدرسة الأهلي فئة تحت الفئة اللي هي تحت 13 عشان تكون رافد أساسي. وممكن لو لاحظت اللعيبة اللي كانوا يعني 60 لاعب معظمهم كانوا المدرسة الأهلي، هي فئة جديدة تم إنشاء هذا العام، وتوفقنا كثير صراحة في مواهب كثيرة ولا زال في مواهب جدا ممتازة جالسة تتمرن معنا، حيكون في فترة ثانية تسجيل لهم بأمر الله تعالى بعد ناخذ قرارات المدربين فيهم، هم الأقرب، هم اللي قاعدين يشوفون تفاصيلهم في اكتشاف المواهب. يعني وصلوا لمناطق بعيدة في المملكة صراحة برغبة منهم بمبادرة منهم، هذا شيء يشكرون عليه. فصراحة قاعد يدار عمل جدا مهم في المركز بأمر الله تعالى، أنه الأهلي لا خير بأمر الله تعالى، لأنه الأهلي رافد أساسي للمنتخبات وأيضا للفريق الأول من المواهب، وأمر الله تعالى حيكون هالشيء قريب. اللي ما يؤمن أنه الكنز الأساسي في الأندية الكبيرة هي فئات السنية، في عنده لبس في فهم حقيقة الأندية. احنا مو فريق أول، احنا نادي متكامل، والكنز الأساسي للأندية الكبيرة دائما فئاتها السنية. فئات السنية مهما بلغت الأموال في كرة القدم، مواهبك في الفئات السنية هي كنزك الأساسي، ويجب انك ما تنسى هالشيء. بما انك انت يعني المدير التنفيذي لفريق كرة القدم النادي الأهلي، انت مع إقامة مثلا دوري أولمبي او دوري رديف بحيث ان المواهب هذه تكون لها دوري، يعني يكون فيها من مجهودها يبان على الاقل على الشاشة؟ دوري رديف نعم، دوري أولمبي لا انا مو معه. دوري رديف نعم ممكن، مفتوح الأعمار نعم، لكن لازم تكون في منشآت كافية. احنا في النادي الأهلي ما في الا ملعب واحد، انت شايف هنا يعني ملعب واحد للفئات السنية، ففي صعوبة.